حاليا وين وصلنا؟ بعدنا بالكولينرجيك، ولكن مرة ما خلصنا من الدايركت اجنست راح نتحدث عن الاندايركت. نفس المفهوم اللي تحدثنا عنه وين؟ اثناء السمباثيتك. هنا كان عندنا شنو؟ تمام؟ كان عندي بري سينابتيك، وهنا بهذه الجزئية يكون عندي البوست سينابتيك او مكان الريسبتر. اي فهنا اسيتايل كولاين ينفرز، وقلنا يجي شنو؟ يجي كولاين واسيتايل كو اي انزيم يرتبطن ينطيني اسيتايل كولاين، يدخل هنا ينفرز، والاستريس هو اللي يسوي له ديجريجيشن فبالتالي ينظمه. العمليه شلون هنا بقضيه الاندايركت؟ فقط يحفز عندي زياده الانتاج اندايركتلي، تمام؟ مو يجي العلاج يجي هنا يرتبط بالريسبتر، لا، زياده الافراز اندايركتلي. هنا قبل حالات الاجنست الافراز عندي قليل هنا، فبالتالي اجيب شيء صناعي يرتبط ينطيني التحفيز مباشر، فلا تكون الامور تخلط لان مسمياتها متشابهه. التحفيز المباشر معناته ارتبط بالريسبتر وطاني تحفيز مباشر. التحفيز اللا مباشر هو التحفيز الحقيقي اللي يجي من السنترال نيرف سيستم عن طريق النيرف والبادي مالته، وتمام. هذا بصوره مبسطه عن الاليه مالها. خليني اجي على المجاميع. عندنا 1 2 3 4 5، ولكن احنا بالحقيقه كم دواء؟ 7 ادويه، لانه هذني العلاجات يؤدن نفس الاداء وتقريبا نفس التكوين، فوضعناهن حسب تصنيفات الكتب بنفس المجموعه. المهم هناش عندي دونابيزيل، وتمام دونابيزيل، وعندي ريفاست استجمين، وعندي جالان تامين. دونابيزيل او ريفاست استجمين وعندي جالان تامين، هذه ببساطة تزود لي إنتاج شنو؟ الأستايل كولاين، تمام؟ بالتالي يزود عندي الاستشعار هنا، وحيكون عندي زيادة بيمن بالباراسيمباثيتيك إفكت أيا كان بأي مكان كان. فهنا بالخصوص يشتغل علي من الإعازات العصبية العامة، تمام؟ وبالتالي راح شنو يكون علاج مناسب للزهايمر ديزيز. هسه تقول لي اشرح لي الآلية، ما راح اشرح لك الآلية لسبب، لأنه قضية الزهايمر ديزيز لازم احنا نناقشها انديفيدوالي، يعني على او على حدة اذا صح التعبير. فمن اجي اناقش لك الآلية لأنه بها اختلافات هواي، والعلاجات اللي عليها ما مثبتة، اكو علاجات هواي حديثة ما لها اي علاقة ودا تعالج الزهايمر، ما صحيح؟ فعلى مود لا تخلط عندك الأوراق، ولكن انت عرف هذه العلاجات شغلها الرئيسي وحاليا تستخدم بهيك آلية. الزهايمر ديزيز هو حالة فقدان الذاكرة الحديثة عند كبار السن، ويبدي يفقد الذاكرة الحديثة بس يتذكر الأمور القديمة، يعني يتذكر أيام شبابه، يتذكر أيام مراهقة، وينسى الأمور الحديثة لدرجة شنو؟ ينسى بعض الناس اللي يعرفهم، تمام؟ ينسى أحدث أولاده، فاهم؟ من يجي ينسى من يقول لك، اقول لي زين هذا مو يتذكر الشغلات القديمه، ليش ما يتذكر اولاده؟ لان الضرر اللي صاير عنده نساء وخليه يتذكر ما قبل الاولاد، يجوز ما قبل الزواج، يجوز تحت زوجته، اكو بيهم يعرف زوجته ويعرف احد ابنائه بس ما يعرف البقيه. فما اريد ادخلك بهيك امور، ولكن خليك بالطلع. على العموم عندنا ادورفونيوم، عندنا ادورفين اذا تذكرون، هذه قضيه واحده. ادورفونيوم مو تمام، ادورفونيوم زيد لي نفس الاليه، زيد لي الاسيتايل كولاين اندركتلي عن طريق اعازات السنترال نيرف سيستم. يقول لك هيستوريكلي شنو؟ يوز تو دايجنوز مايستينيا جرافيس. ولا شنو مايستينيا جرافيس؟ طبعا هذا مرض ضمور والم العضلات وتهدم العضلات. ليش؟ لفقط تكتر التواصل او الكونكشن ما بين شنو؟ نهايه المنطقه الإعاز بين السينابس، تمام؟ والمنطقه العضله، انتبه هنا، هذا راح يكون شنو؟
نيكوتينيك ماسكرينيك او نيكوت عفوا ماسكولر نيكوتينيك ماسكولر تمام اللي هو منطقه نهايه السينابس وال شنو والعضله الكونكشن اللي هنا راح يكون بيناتهم بنوع من الانفصال فبالتالي حيكون عندك شنو يكون عندك نيرف ديجنريشن او يعتبر نوع نيروجينيك ديجنريتر ديزيز ليش؟ لانه التواصل انقطع هنا قضيه مهمه بعض الامراض مثل من مثل امراض الثايرويد جلاند ما اريد اذكر امراض على الخصوص على مود اناقش الامراض نفسها امراض الثايرويد جلاند تلعب دور كبير وتكون متعلقه هنا ليش متعلقه الكتب تذكر لك اياها المايستيريا جرافيس لانه احنا تحفيز الاستايل كولاين الكالسيوم تمام يلعب بي دور تمام الكالسيوم يلعب بي دور راح تقول لي ها زين الكالسيوم شو اللي دخل امنتوا بالله الثايرويد الكالسيوم يلعب دور واذا الكالسيوم بيخربطه راح يصير عندي خربطه وبالتالي ممكن يسوي لي فصله بالإيعاز مو وتدرون انتم العضله تحتاج شنو تحتاج كالسيوم انفلوكس مو صحيح الكالسيوم انفلوكس على مود الاكتين والمايوسين بالتالي يصير اي بوتنشن وبالتالي شو يصير عندك الكونتراكشن مو زين هسه تقول لي امنتوا بالله عندي الكالسيوم ولكن الثايرويد شو اللي دخل؟ انا اقول لك الثايرويد شو اللي شاف؟ الثايرويد يلعب دور اساسي بمن؟ بالباراثايرويد بالاساس هي الباراثايرويد اذا نجي هنا نجي هذا شنو؟ منطقه التراخيا نجي هنا ما ادري اذا ارسمها صح او لا هذا يكون الثايرويد مو؟ وهذا الاستموس مو اللي بربط بيناتهم رايت لوب وليفت لوب واضح من تجي لهذه المنطقة من الخلف من تقلبها حتكون بهالشكل هذا وهاي الباراثايرويد جلاند واضح عندي هاي الباراثايرويد جلاند هي مرتبطة أساسيا بالجهة الخلفية للثايرويد فمن تنشال الثايرويد تنشال الباراثايرويد من تنظر الثايرويد تنظر الباراثايرويد فبالتالي امراض الثايرويد التعبانه او اللي بيها خطوره عاليه تكون تاثر بصوره غير رئيسيه على من على الكالسيوم لانه هي تاثر صوره مباشره على الباراثايرويد وضحت الفكره لذلك يقول لك اسوسييتد ديزيز وذ مثلا ثايرويدايتس من هي مايستينيا جرافيس زين ايش قلنا هنا الادورفونيوم هذا علاج سابقا كان يستخدم المن لتشخيص المايستينيا جرافيس عم اشوف هي المشكله من عندها لو نقص اعاز تمام هسه حاليا صار له ريبليسنج بالانتي اشيتايل كولاين ريسبتر انتي بودي تمام تيست هذا نجي ان شاء الله بالمستقبل بس اتذكر هذا يعتمد على من على وجود الانتي بودي والريسبتر زين نيوستيجمين النيوستيجمين هذا ايضا يعمل شلون؟ يعمل بزيادة الاسيتايل الكولاين عندك هنا يقول لك ماكو الى بينتريشن للسنترال نيرف سيستم ما يعبر السنترال نيرف سيستم ليش؟ لان هو كوارتيناري امين انتبه التيرشري امين يعبر تمام؟ الكوارتيناري امين ما يقدر يعبر هذا الرباعي فهنا شيء يقول لك بوست اوبريتيف اند نيروجينيك ايلياس اللي احنا ذكرناها بالحلقه السابقه اند يورينري ريتينشن مايستينيا جرافيس وشنو ريفرسال اوف نيوروماسكولار جانكشن بلوكيز اللي هي البوست اوبريتيف نفسها نيوروماسكولار يصير بي شنو بالعضلات يصير بلوكيت للخمول ورا تاثير التخدير ورا ما الجسم يدخل بحاله انذار بعد العمليه فاحنا نرجع نزيد له الإعازات جيد هسه هنا منو اللي عندنا بالبيتا الكولينرجيك عفوا يا بيتا ثاني بعيد الكولينرجيك اجنست اللي هن ياهن الدايركت منو كان يسوي نفس التاثير يسوي يعالج للإيليوس ويعالج للبيورينري تنشن البوست اوبريتيف البيثانوكول جيد هو الاول علاج هنا فقط اضيف عليه المايستينيا جرافيس
والبلوكج يصير بالماسكولر عندك اللي بصورة عامة الفولنتري ماسلز. زين فيزوستيجمين تمام. فيزوستيجمين انتبه هنا انكريس اسيتايل كولاين نفس القضية بس هذا فريلي كروز بلاد برين بارير. ليش؟ لانه هو تيرشري هنا كوانتينري تمام كواترنري عفوا كواتر كوانتينري كواترنري وهنا تيرشري امايل. انتبه هنا استخدم انتيدوت. احنا ايش قلنا؟ انتيدوت هو علاج الحالات التسمم بالعلاجات. انتيدوت فور انتيكولينرجيك تمام توكسيسيتي العلاجات المضاده للاعاز مال كولينرجيك. فبالتالي انطي شنو اذا استفحلن بالجسم صار عندنا العفو انتولرانس عالي الهن تحسس عالي واستقبال الهن عالي فاستخدم الانتيدوت اللي هو فيزوستيجمين. او فيزوستيجمين شوف شو يقول لك اتروبين اوفردوس اللي هن شنو الانتي فيزوستيجمين فيكسس شنو اتروبين اوفردوس. اتروبين شنو راح ناخذ بالحلقه الجايه ولكن منشنت عليه اني انتاجنست فبنيصير عندنا توكسيسيتي من عنده راح نستخدم الفيزوستيجمين. هنا باء نيوستيجمين فيزوستيجمين شو اكو بساطه هواي ريفاستيجمين مو راح نجي بيريدوستيجمين يساعد لي الاسيتايل كولان اندركتلي يساعد لي المسل سترينث قوة العضل القوة العضلية تمام. فهنا هذه شي يقول لك بيروستيجمين gets rid of myasthenia gravis اللي هو التهدم العضلي لان هذا يساعد لك على اعادة الكونكشن فبالتالي يساعد لك على استعادة القوة العضلية وتقليل الكاتابوليزم وزيادة الانابوليزم تمام. لان العضلة كل ما صار عليها كل ما اشتغلت كل ما صار عليها جهد كل ما صار عليها بناء. myasthenia gravis هنا long myasthenia gravis شنو عندي؟ عندي long acting و does not penetrate شنو؟ ليش؟ ما يعبر السنترال نيرف سيستم لان هو كواترنري امين او امين شنو؟ رباعي بصورة عامة يرفع على الاستايل كولاي اندركتلي شنو؟ دون فيزيل شنو؟ ريفاستيجمين غالانتامين ادروفونيوم نيوستيجمين فيزوستيجمين بيريدوستيجمين. بس كم علاجات؟ 5 علاجات بالواقع 7 مع الإضافة. بس هذا كل اللي تحتاج أنت تعرفه على الإنديركت كولي نرجك شنو؟ أجنست. أتمنى أن الحلقة كانت سهلة ومفيدة حتى نراك في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.